لا أقصد باللي هم اللي تحت خالص، اللي تحت خالص في الدنيا. متابعينا اهلا بكم تيل لايف قناه القاهره 24 في كل مكان، معكم نهال عبد الرحمن في بث مباشر جديد من داخل منطقه العمرانيه. وزي ما حضراتكم شايفين ام بلال سيده عمرها 35 سنه، بقالها 5 سنين بتساعد زوجها في محل لصنع الحلويات. زي ما حضراتكم شايفين بتفور وكحك وبسكويت من صنع ايديها بمساعده زوجها لمساعدته في مصاريف المعيشة. عندها ولد وبنت في عمر الدراسة، ولد في ثانوي وبنت في مرحلة اعدادية. وزي ما حضراتكم شايفين هنا في المكان بتساعد زوجها للمصاريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عايز اتعرف عليك الاول. مبلين. عندك كام سنة؟ 39. بقالي كام سنة هنا بتعملي؟ 5 سنين. 5 سنين. قولي لنا بقى يعني امتى بدأتي تنزلي مع زوج حضرتك وكده هنا؟ 10 سنين. مين اللي علمك صناعة الكحك والبتيفور؟ زوج حضرتك اللي علمك؟ خدتي وقت قد ايه في تعليم؟ ما خدتش وقت. الحمد لله كله كان، كل حاجة بالنسبة لي كانت سهلة. هو بيعلمني مش بالعافية. بالراحة. وانا اتعلمت الحمد لله، كنت شغالة معاه من اول سنة، من اول يوم اشتغل فيه واشتغلت فيه بصراحة. قولينا بقى الاسعار بتاعتكم ايه؟ في حدود كام مثلا كيلو الكحك؟ في متناول الناس كلها. في متناول ايد الناس كلها. انت بتعجني وبتشكلي ولا بتشكلي بس؟ بعجن وبشكل وبساوي وبعمل كل حاجة. بياخد وقت قد ايه في التسوية؟ ما فيش ربع ساعة. مفيش في حاجة عندك مستوية نقدر نشوفها؟ بس شيل الصاج اللي بره ده يا مؤمن، وري التاني اللي طنط، حطه على الكرسي ولا طنط. هاتوا هنا حبيبي. حضرتك زوجها؟ اه انا مش عارف. عايز اتعرف عليك. اسمه طارق. ده شكله مشهور على الشيف، اسمه طارق كوندا. طيب قول لنا يعني شعورك لما زوجتك هنا معاك في المكان بتساعدك؟ طبعا ده شعور ما توصفش، وشعور جميل ملوش حل طبعا جدا. وبصراحه هي فرحه كمان للناس كلها في رمضان. انت تجيب الخميس يعني حاجه حلوه جدا يعني. في سبب رئيسي لنزولها مع حضرتك هنا في المكان؟ لا مش سبب رئيسي اساسي، بس طبعا هي حبت الموضوع لما بدأنا ننزل نشتغل مع بعض.